طيب بعد اكتمال الصفوف يا أدهم ومشاركة المحترف الأمريكي طبعا معاكم بالتأكيد، شايف إن الزمالك يقدر ينافس على البطولات الموسم الجديد ويقدر يصالح جماهيره؟ لأن الموسم اللي فات كان صعب وكان للنسيان، فشايف إن الزمالك يقدر إنه ينافس وبقوة على البطولات الموسم ده؟ طبعا الموسم اللي فات كان صعب، يعني مش بس على الجمهور، وكان علينا احنا كمان صعب، ان احنا بعد ما كنا اخدنا الدوري وبطولة افريقيا السنة قبل اللي فاتت، السنة اللي فاتت ما موفقناش ان احنا نحصد اي بطولة، فطبعا ده كان صعب علينا. بس ان شاء الله السنة دي يعني احنا بادئين في نظام اكتر وفي كل حاجة واضحة اكتر، وان شاء الله يبقى احسن من السنة اللي فاتت ان شاء الله، ونقدر نصالح الجمهور ان شاء الله. شايف انه فترة الاعداد بالماتشات بكل اللي حاصل ده عامل انسجام شوية معاكم ومع الناس الجديدة؟ انا عارفة انه في ناس كتير، اتنين تقريبا من الجداد كانوا مع المنتخب، صح كده؟ في اتنين من الجداد مع المنتخب، مع عمر بالظبط، مع عمر بالظبط. هشام. ولكن الناس بقى اللي موجودة، باقي الناس الجديدة اللي موجودة مع توليفة اللعيبة اللي موجودة مع الشباب، حاسس انه بدأ يحصل انسجام خلال فترة الاعداد والمعسكر؟ والله انا خصوصا في البطوله انا حسيت الانسجام ده، يعني في التمرين برضو زي ما انت كنت بتقولي احنا مش بيبان. بنتمرن، بنتمرن شويه فيتنس شويه باسكت، بس ما مش هقدر احسها قوي. الاربع ماتشات دول لا، يعني الحمد لله المحترف وعبد الرحمن سعد مع باقي الفريق ونضال اللي هو اللي كنت لسه بقول لك عليه، فالحمد لله يعني لا حصل انسجام بشكل كويس، وان شاء الله مع الوقت هتبقى الامور احسن كمان. نفسيا البطولة دي ومكسبكم للبطولة دي في عز ان انتوا رايحين عدد قليل جدا، وزي ما بتقول بتواجهوا فرق معاهم اتنين محترفين، منتخب الامارات اللي لسه فايز ببطولة الخليج، نفسيا فوزك بالبطولة دي فرق معاكم ازاي؟ هو لا يعني طبعا هي بطولة ودية في الأول وفي الآخر يعني، بس هي إن احنا قدرنا إن احنا في أول السنة بالظروف دي إن احنا طالعين عددنا قليل إن احنا نكسب البطولة، فلا أكيد بتدينا ثقة ودفعة إن احنا يبقى عندنا أحسن الفترة الجاية كمان، وإن شاء الله نقدر نحصد يعني البطولات في الدوري. صحيح. طيب خلينا نروح لكابتن مرعي بقى. الموسم اللي فات برضو انا بحس ان مشكله من ضمن المشاكل اللي واجهتكم تغيير المدربين على مدار الموسم، تغيير اتنين مدربين اجانب، وده ما كانش احسن حاجه ومش في الصالح يعني. مش عارفه انت حابب تتكلم في اللي فات ولا لا على الاتنين المدربين الاجانب، بس يعني هو الفكره في انه التغيير ده هو كان سبب من الاسباب مثلا ان انتوا ما توفقتوش في البطولات، تغيير مدارس مختلفه مثلا كل واحد كان ليه مدرسته، خلينا نتكلم عنهم شويه يعني، مش بالسلب بس هم سبب في ده، او هم تغييرهم كان سبب في ده، او مدارسهم ما تناسبتش مع مدارسكم، مدرسه كره السله في نادي الزمالك. عايزه افهم شويه الدنيا لاني كنت حاسه ان انا وانا بتفرج ان في حاجه غريبه في الموضوع. بصي انا مش عاوز ان انا احمل المسؤوليه للكوتش مثلا اللي كان موجود في اول السنه، كوتش في او الكوتش ويل لما جه بعد كده، هو احنا السنه من اولها بصراحه ما كانتش الامور يعني على احسن ما يرام، يعني ما كانش في سيستم قوي، ما كانش في نظام، كان في بعض المشاكل الماديه بعد ما اخذنا الدوري وبطوله افريقيا، فهي كان في مشاكل كتير، بس يعني بصراحة يعني خلاص عاوزين نقفل الصفحة دي ونبدأ بداية جديدة، وكل حاجة الحمد لله دلوقتي يعني تمام وفي نظام، فان شاء الله السنة دي بإذن الله نعوض ان شاء الله. بص يا ادهم، خليني برضو، انا من ساعة ما انت دخلت، طبعا انا اعرفك واحنا صغيرين جدا، لكن من ساعة ما ادهم دخل فعلا انا ملاحظة في طريقته وفي ادائه ان هو فعلا يستحق يكون ليدر لنادي الزمالك. ليه؟ لانه فعلا طول الوقت هو لا حابب يتكلم على اي حاجه بتتقال على السوشيال ميديا، ولا حابب انه يتكلم على مثلا مدربين سابقه، ولا حابب انه يتكلم في انه مثلا اتظلم او ما اتظلمش او القصه دي كلها، لا هو شايف ان انا كابتن فرقه، وده كان كلامه معايا على فكره قبل الحلقه يعني، برضو علشان ادي له حقه، ان انا كابتن فرقه، انا جاي اتكلم على الفرقه، انا مش جاي اتكلم عن نفسي ولا على اللي فات، احنا مركزين في اللي جاي. فدي حاجه انا احترمتها فيه جدا جدا، وشفت انها يعني ده اللي مخليه ليدر لنادي الزمالك بالتأكيد.